الحمد لله ربي. الماتش كان صعيب برشا، شفت اليوم كان عندنا قلب ما لقيتو، الناس كلها ضدنا اليوم، لكن احنا نربحوا في التيران قدرة ربي تروح هذا، ان شاء الله يكون هو الباز اللي باش نكملوا نخدموا عليه. ان شاء الله سنا نفرحوا الشخص الكل، ان شاء الله التيتر هذا يبات، ان شاء الله عندنا نحن قدرة ربي. كنا نمنوا برواحنا لاخر لحظه، واللي عارفين سورتو زامي طول بونتو قاعد يسخن، وما كانش معناها ما كانش طرح سهل، كان طرح صعيب ومحضرين رواحنا. الحمد لله يا ربي، حتى جاب تعب وجا بتضحيه كبيره، مين الحمد لله انتصرنا، وهذا هو اللي نستحقوه 3 بوان، وكانت من اصعب اللي ماتشات لعبناهم. الحمد لله يا ربي، وان شاء الله يا ربي جاي خير ان شاء الله. عندنا رجال الناس كل خدمه يعطيهم صحه. هذا التورنو التيلاني نتاع الشامبيونات، دونك مركزين لاخر لحظه. برافو للاولاد، برافو للاعبيه والاطار الفني والناس كل خدمه، وان شاء الله نكملوا هكا. هذا انتصار مهم برشا، سورتو في جاء في اخر الماتش، ان شاء الله ربي وفقنا ونكملوا هكا. واحد الحمد لله، واحد قاعد يدخل قاعد يقدم في مردود باهي، ان شاء الله ديما هكا، ان شاء الله ديما منتصرين ان شاء الله. يعطيهم الصحه الاولاد الكل، اليوم ما قصروش رغم الظروف، معناها سخانه وترتون. الجمعية الكبيرة تعرف تسافر وتعرف تربح، مازال ثنية طويلة، إن شاء الله ربي معانا ويعطيهم الصحة الأولاد. ونعرفوا اللي كان هو ماتش صعيب، داير أونتخ لي ميتون قلنا راهو سافا سي جوي سي غان بتي ديتاي، سي با حاجة لازم الناس الكل تعرفها، أبار كو ماتش صعيب تكنيكمون، سيتي با إيفيدون، أجوردي لا في 40 دوغري راهو، ألوغ بور جوي أو فوتبول سيري سيري موكيت، ما نقولش سيري تيران سانتيتيك، سيري موكيت، موكيت نتاع الناس قبل، سي با إيفيدون باش توصل أنك تمركي للدقيقة 90. سي سا غفلات، غفلات حاجة برك، هو فما عندنا رجال في وسط الجمعية، عندنا أولاد اليوم ولاو ما عادش يرضوا بغير الانتصار، عندنا أولاد كي كخوا أو ماتش جيسكا للتيم مينوت، حتى ما بعد للتيم مينوت. الوغ سي بور سلا اون ا كري جوسكو بو، اون ا جوي نو شونس، وي باغفوا تعدينا ان بو ا كوتي باسكو اون سيت اكسبوزي ان بو في ديفونس، مي دون لونسومبل سي باتون. Je dirais ces battants, ces joueurs de, au cœur du Lyon, ils ont mérité une victoire d'un terrain qui est difficile. Les conditions atmosphériques, c'était des conditions atmosphériques impraticables, et aussi avec un adversaire. Tout l'adversaire est hyper motivé dans le CSS. Dis-moi, on a le droit. On a le droit de l'aider, on a le droit de l'aider, on a le droit de l'aider, on a le droit. Alors aujourd'hui, tu as dit, terrain très difficile. Avant, ils ont dit qu'il est très difficile, on va aller salamet. Gafsa très difficile, on va aller salamet. Marsa difficile, on va aller salamet. Le Metlaoui difficile, on va aller salamet. Inch'Allah, kamlou haka. Je félicite mes joueurs. On colle vers l'avant et vous aurez ce que vous méritez. Rabbi Kbir.